في ظل هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية للمواطنين واعتمادها للاطلاع على آخر المعلومات، تنتشر الكثير من الموضوعات غير اللائقة عبر بعض الصفحات التي تتبنى المحتويات الهابطة والتي تصل إلى المستخدمين من مختلف الأعمار وخاصة الأطفال، ما يترك آثارا سلبية عليهم. كثير من هذه الوسائل يعني بدلا من أن تكون نعمة نستفيد منها في الاتصال والتواصل وبث روح الهوية الوطنية بالمجتمع، أصبحت وسيلة للفرقة، وسيلة للسب والشتم ونشر الفضائح وغيرها. ومع سهولة إنشاء الصفحات وحرية النشر، نشطت شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع فيديو لا تناسب الذوق العام، وهو ما يجده أكاديميون سوء استخدام لحرية التعبير وتشويها لصورة البلد في الخارج. فيديوهات لا أخلاقية، فيديوهات تسيء للمرأة العراقية، تسيء للشاب العراقي، تسيء للمجتمع العراقي بشكل كامل، والظاهرة بدأت تستفحل. غياب الرقابة على هذه الصفحات أحد الأسباب التي أسهمت بزيادة انتشارها. هيئة الإعلام والاتصالات تقول إنها تراقب النشر الإلكتروني وتتخذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات الإعلامية والأفراد الذين يخالفون معاييرها، إلا أن السيطرة عليها أمر صعب في ظل العدد الهائل للصفحات. هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة لقطاعات الإعلام والاتصالات في البلاد تتابع قضايا عديدة في وسائل الإعلام سواء كانت المرئية والمسموعة وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي تعتمد بصورة تامة على مدونة كتبت بشكل مهني وقانوني على أيدي مختصين في الهيئة وخارجها، وهي لائحة قواعد البث الإعلامي، وهذه اللائحة تتضمن العديد من البنود التي تنظم الخطاب الإعلامي وبضمنها مواد تخص اللياقة العامة وآداب المجتمع. مواقع التواصل الاجتماعي وفرت فضاء واسعا لحرية الرأي والتعبير، إلا أن سوء الاستخدام حولها من نعمة إلى نقمة، ويبقى دور الجهات الرقابية أساسيا في القضاء على السلبيات. لبرنامج بيت الكل، محمد جبار، بغداد.